لأنه سيعود إلى مستوى تعود الكرة من هناك إلى دفاع إلى هجوم مولودية طهران، والكرة الآن عند موسي عبد السلام. موسي عبد السلام كاد يسجل ويسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الأول من قبل بالرملة الطيب، بالرملة الطيب يسجل الهدف الأول ويحرر الأنصار الحاضرين هنا بملعب الشهيد أحمد زبانة. هدف في المستوى مصنوع بطريقة جيدة جدا. الأولى نشوفوا الآن عقبي، عقبي هنا ظهار ظهار خلا وبالرملة موسي يصدها سيدريك وتعود إلى بالرملة، إلى طيب بالرملة، طيب الرملة الذي يسجل الهدف الأول لمولودية طهران. أيوة سيدريك ما تعود الكرة من هناك إلى شباب قسنطينة، قطفة ولكن غير بعيدة عن الحارس بالعربي عبد الله، بالعربي عبد الله. عقبي في اتجاه منطقة العمليات، والهدف الثاني لمولودية طهران، هدف ثاني لفريق مولودية طهران، ولكن الحكم يعلن عن تسلل على ما أعتقد أو لمس باليد أو لمسة يد. إنما إعادة اللقطة تبرز ذلك. ما فيش لمسة لأنه البرا تاعو كان طول لون دي كور. نشوف فيه لمسة يد صحيح، واضحة جدا. دريد نصر الدين من يحيى على ما أعتقد، ياسين بزاز إلى من وجه لوجه، والهدف تعادل، وهدف تعادل من بول مدايس أو جيرابيس يسجل هدف التعادل. جيرابيس أو بول مدايس يسجل هدف التعادل. شوفوا هنا الخطأ في الدفاع مولودية طهران، المخالفة من بزاف، وشوف كيفاش بول مدايس وحده متحرر، ما كان حتى ماركاج عليه. القائم الثاني بول مدايس وجه لوجه أمام الحارس بالعربي، بالعربي ما يفعل ولا شيء في مثل هكذا لقطات. ربما بول مدايس كان في مكان مناسب أمام دفاع شاغر تقريبا. موسي من هناك إلى من؟ موسي يقذف والعارضة، العارضة ترد وتنوب عن الحارس سيدريك. قدفة قوية مركزة. كانت تقريبا نقول الباس هذه، شوف القذفة. الرملة يفتح الكرة إلى من؟ وحده، ولكن ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ يأمر بمواصلة اللعب. خطيرة على الدهار، ولكن كان خصوصا شرفة اللاعب المستقدم المغترب مخلاف الأخطاء اللي شفناهم في الشوط الأول لحد الساعة. في قطفة من هناك، قطفة خطيرة من هناك من جانب مولودية طهران، ولكن غير بعيدة ودهار كان من دون جديد. ياسين بزاز يعود إلى مساعدة فريقه. فافي من هناك، فافي من هناك، فافي من هناك وحده، فافي من هناك، فافي من هناك، ماذا يفعل فافي؟ فافي كاد فافي لولا براعة الحارس بالعربي عبد الله. فافي وجه لوجه على بعد أمتار وهو جايب الكرة، ولكن لم يضع الكرة في المكان المناسب. ودنا عليه لأنه كان شفنا سرعته.